السلام عليكم. أنا جاية زيارة من الأردن، جيت هون عند بنتي وابني، فحكوا لي هون في مركز عن المساج كتير كويس. أنا جوز بنتي كان مرته زوجته وأخو زوجته بيعملوا هين، فشكرت لي فيه. جينا فلقينا معاملة طيبة، معاملة ممتازة. ممرضات الدكتورة جيجو ممتازة، بلجينا ممتازة، ليلي ممتازة، كل الممرضات والسيستم يعني ممتازين الحمد لله، وعملونا معاملة كويسة واستقبلونا استقبال كويس والحمد لله. لقيت تحسن كتير الحمد لله. اشتغل معي اشتغل شغل جامد والله، تعبوا معي يعني بصراحة، وإن شاء الله الشفاء التام يا ربي. يعني اليوم آخر جلسة لنا والحمد لله، إن شاء الله كتير كويسة صرت، ويسلموا إيديهم وشكرا لهم. شكرا للدكتور.